رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم ونتلقى عليها كمان ترشيحاتكم لكل حلقاتنا ومشاركاتكم كمان في حلقاتنا كلها، واللي هي بتكون وصل بيننا. ويا سلام على الوصل في رمضان، ويا سلام لما نتجمع في حلقات الذكر وفي الكلام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، اللي هي في الحقيقة بتنور لنا قلوبنا وبتخلينا مقبلين دايما على الحياة بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف أول سؤال عندنا من الأستاذة نهى من دمياط. أستاذة نهى. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة. كل عام وأنتم بخير يا فندم. أنا بشكر حضرتك وكل القائمين عن البرنامج والله. الله يرضى عنكم. شكرا على اللي أنتم بتعملوه معنا والله. الله. أنا بس كنت عندي أسئلة سريعة بإذن الله لحضرتك. يلا توكلنا على الله. السؤال الأول، يجوز المرأة أن هي تصلي صلاة التراويح في المنزل؟ ده سؤال. السؤال الثاني، معلش أسفة، أو كنت عايزة أن أنا يعني أعرف معنى كلمة جبر الخواطر، معنى جبر الخواطر. حاضر. السؤال الثالث، آخر سؤال، معلش بعتذر لحضرتك والله. أبدا. بص ربنا يبارك لك. براحتك خالص. كنت بس عايزة هقترض مبلغ وأنا مضطرية لي أن أنا وهياخدوا حد هيجيب لي جهاز تعويضي ويردوا ورد المبلغ بدل 12 22. يعني حضرتك هتقترضي عشان جهاز تعويضي؟ جهاز تعويضي القدمين، لاني والدتي بتشيلني وتطلع بيا الدور الثالث. طيب خلاص هجاوب حضرتك على الثلاث اسئله. يجوز ان المراه تصلي التراويح في بيتها، لدرجه ان الصلاه التراويح في بيتها تكون افضل من الصلاه في المسجد، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. لكن في نفس الوقت قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، يعني هي لو عايزه تخرج لصلاه التراويح كده ليه؟ طيب لان اذا كانت صلاه التراويح دي بتقوم على الصله ما بين العبد وربه، فالمراه قد تكون في بعض الاحيان تحتاج الى مناجاه هادئه مع الله سبحانه وتعالى، تحتاج الى ان تكون في بيتها وتكون في إطار من الخبوط وإطار من الخلوة، فقد يكون في بيتها أفضل لها من المسجد. السؤال الثاني، يعني إيه جبر الخاطر؟ جبر الخاطر معناه عدة أمور. أنا ما بحبش فكرة جبر الخاطر إن واحد يكسر خاطره فواحد يجي يجبره خاطره. لا، في حاجة اسمها تطيب الخاطر من الأول خالص. معناها إيه؟ ألا نتكلم أو نتصرف أو نفعل أفعال تؤدي إلى أن يصاب الإنسان بحزن أو يصاب بوجع أو يصاب بألم، أو إن إحنا ماذا نفعل؟ نزيل ألمه ونزيل وجعه بإن إحنا نطيب خاطره، بمعنى إن إحنا نزيل عنه سبب الوجع وسبب الألم ونطمئنه ونجعله في أمان. كل ده هو المعنى الكامل لمسألة جبر الخاطر. السؤال الأخير، الاقتراض بسبب إن إحنا عايزين نشتري جهاز تكميلي، ده جائز شرعا، ولان دوت حاجه من الحاجات حاجه من الحاجات التي تقوم مقام الضروره، حاجه مقام الضروره. ليه؟ لان الانسان محتاج هذا الجهاز التعويضي عشان حياته تبقى مستقره، فدوت حاجه تنزل منزله الضروره في اباحتها ان يجوز لنا الاقتراض، حتى لو كان الاقتراض ده بفائده فده جائز وليس من قبيل القرض الممنوع الذي يجر النفع. عندنا الاستاذه ام فاطمه من القاهره، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عمرو؟ بخير الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب ورمضان كريم، ويعود عليك الايام بخير وحضرتك واولادك يا رب واسرتك كلها يا رب، وعلينا علينا وعليكم يا رب. ما من حضرتك يا رب. يا رب ربنا يجعله علينا اعوام عديده مليء بالخير والبركه والنور عليك وعلى من تحبين وعلى جميع الساده المشاهدين. اتفضلي يا فندم. بص يا دكتور حضرتك، انا ابني سواق ومأجر عربيه نص نقل بيشتغل عليها. نعم. بيدفع في الشهر 8000 ونص. طيب. ومتجوز واحده ست بصراحه ما بتقفش جنبه خالص نهائي. ومعاها فلوس في البنك، جات العربيه جابت مكنه، جابت موتور يعني. طيب. عمال يقول لها بعتها ما رضيتش، قالت ولا جنيه، وعتها لك فلوس في البلد. طيب. هو متجوز واحده ثانيه. راحت مراته الثانيه بصراحه راحت مضت على نفسها وصلات امانه ولبست وجابت له فلوس عشان يطلع ايه العربيه. طيب فين السؤال بقى؟ ماشي. السؤال بقى حضرتك، البني ادم دي ما وقفتش جنبه، ده هو متجوز عليها ما بيروح لهاش ما بيعبرهاش خالص. طيب اجاوب على حضرتك يا ام فاطمه، اجاوب على حضرتك. اول حاجه، معنى ان هو ما بيروح لهاش ولا هو كده ظالمها، لان هي
هي زوجته على كل حال، وما دام هي زوجته يبقى ليها حق في حاجه اسمها القسم. القسم دوت ان هو يبات عندهم بشكل متساوي. هو كونه زعلان منها دي مساله تانية، بس هو السؤال تعال نتكلم قبل كده، هي مش عندها ذمتها الماليه المستقله؟ يعني عندها فلوسها. اه صحيح الزوجه بتملك قلب الزوج لما تقف في ظهره، بس في نفس الوقت الزوج لازم ما يبصش لفلوس زوجته، لان هو مش متجوزها عشان فلوسها، هو متجوزها عشان العلاقه المباركه المقدسه التي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى، وهو اللي يجب عليه النفقه. وقد يكون ابن حضرتك بيدخل نفسه في مشروعات اكبر من طاقته او اكبر من امكانياته، فمش ده معناه ان هو يميل وياخد الفلوس من زوجته. فاللي هي عملته ده حقها، لكن مع حسن العشره تعمل الكلام ده، ومع حسن العشره تطيب خاطره. يبقى هو حاجتين، ايه اللي حاصل؟ كون المراه عندها فلوسها الخاصه اللي هي شايفاها لاي سبب من الاسباب، ما هو برضه جوزك، ما هو ابنك برضه هي تهددت لما هو راح يتجوز عليها، قالت ما ممكن مراته التانيه تخليه يطلقني، فهي عايزه تحتفظ بفلوسها عشان تحس بامان، هي دي اصلا في فلوسها وتفعل فيها ما تشاء، ومش عيب ان هي تحتفظ بفلوسها، كلام واضح. لكن من النبل ان الناس يقفوا جنب بعض، من النبل. وهي لو ما عملتش كده ما تبقاش عاصيه، دي فلوسها تتصرف فيها. لكن ابنك بقى كونه ما بيروح لهاش خالص وسايبها كده وبيعاقبها، لا ده حرام عليه وظلم. معانا ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير وبصحه وبسلام يا فندم. معلش يعني بس كنت عايز اسال، بص حضرتك يعني معايا واد وثلاث بنات. طيب. والواد ده يعني وقفت جنب ابوه ميت من 15 سنه وقفت جنبه. طيب. وفضلت اساعده وكده لغايه ما اتجوز، وبعد كده بعد ما اتجوز ما بقاش يخبط عليا الباب ولا يجيني ولا يساعدني خالص. ملوش حق. ولا بص ولا يعبرني والله خالص يا عم الشيخ، وربنا يرضي في عياله ومراته ربنا يرضيه. طيب. ودلوقتي السؤال، انا بلجأ له عشان خاطر يساعدني، فانا حطه في العيد ومش عارفه ازاي اشورها، وهو مش راضي يلجأ لي خالص، وهو بيحب يسمعك ويا ريت تقول له حاجه، انا مش عارفه اجيب حق البت ومش عارفه اسطرها زي ما سطرت. حاضر حاضر يا حاج، حاضر اقول لك يا حاج. بص يا ابني، دي امك ودي اللي ربنا جعلها سبب لتوسيع رزقك. رزقك ان انت، وربنا وسع رزقك بان انت تكون بسببها موجود في الدنيا اصلا. وبعدين هي تعبت عليك وساعدتك، وهي بتحبك ومش عايزه تخسرك، لان حد تاني كان لو انك انت عملت كده معاه كان وصفك باوصاف صعبه جدا جدا وسابك، لكن هي مصره على انك تخليك احسن حد في الدنيا. هي لما بتطلب منك ان انت تساعدها، ده من عظيم شفقتها، مش ان هي عايزه تستغلك، هي عايزاك تفضل ليك دور في حياتها زي ما هي كانت ليها دور في حياتك. انك تتجاوز عنها وتعتبرها مش موجوده في حياتك، وتعتبر ان حياتك مش ناقصها حاجه لو هي مش موجوده فيها، ده فساد عريض. الست دي اللي انت بتترحم علشانها، وكم من المصايب وكم من البلايا ربنا سبحانه وتعالى بيرفعها عنك بسبب هذه الام. فلذلك ايه اللي حاصل؟ ممكن ده كله ينقطع عنك. انا مش هكلمك ان انت واجب عليك ان انت تساعد في جهاز اخواتك، لكن هكلمك في ان الست دي هي اللي ممكن تكون سبب من اسباب دخولك الجنه، بل هي من اهم اسباب دخولك الجنه، ما دامت هي بتعيش معاك وفي نفس حياتك. فانت ما ينفعش ان انت تتجاوزها، بتتجاوز باب عظيم من ابواب الجنه، باب من ابواب البركه، باب من ابواب اللطف، باب من ابواب المغفره. ده كثير من الذنوب لا تغفر الا بتقبيل ايد امك، كثير من الذنوب لا تغفر الا بانك انت تطمنها وتريحها، فيطلع الدعاء من قلبها فيستجيب له الله سبحانه وتعالى. فاتق الله في نفسك. اما مساله بقى مساعدتك في تجهيز اخواتك، فاعمل الكلام ده بما تستطيع يا ولدي. معاك اعمل، معكش ما تستلفش، بس في نفس الوقت ده من بر بأمك ان انت تساعد اخواتك. فان شاء الله سبحانه وتعالى لما تعمل كده ربنا يوسع عليك. لكن انا بقول لك اهو، انت مش واجب عليك ده،
لكن ايه اللي واجب عليك؟ انك تبر امك. فتعمل ايه؟ اعمل ما تقدر عليه وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك. معانا الاستاذه امنيه من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله. ربنا كنت عايز اسالك على حاجه بس. ها عندي سؤالين. هو هل الحب حرام او عيب؟ ده انا كنت لسه اقول لك ايه اخبار اسكندريه. طيب تمام والله. قصدك ايه الحب ده؟ بنستخدمه في حياتنا في اربع معاني، هقولهم لك وقولي لي انا واحد فيهم اللي انت بتقولي عليه. الحب بمعنى العاطفه، وان في واحد قلبه مل حد، ادي واحد. الحاجه الثانيه الحب بمعنى العلاقه اللي ما بتكونش غير ما بين الراجل والست في اطار الزواج. الحاجه الثالثه ان الحب ان الواحد يحب الخير ويحب النور ويحب البركه، يحب كل الناس. والحاجه الاخيره الحب اللي هو ان الواحد يحس بان فلان ده بيحبه فيحبه عشان يحبه. فدي اربع معاني. فانت قصدك اني واحد فيهم؟ اظن انت قصدك الاولاني صح؟ ايه قصدك الاولاني اللي هو ان واحد قلبه يميل لحد صح؟ احنا الاثنين بنحب بعض. يعني ايه بقى؟ وعايزين بعض يعني قلوبكم وهنتجوز. كويس جدا جدا. كل الكلام ده لازم. هل انا ثانيه بس، هل اللي بعمله صح؟ ايوه انا هو بقول لك اهو والله كل ده لازم يبقى في اطار المعروف، يعني في اطار ايه؟ قواعد الادب والاخلاق. احنا بنحب بعض، طب ايه اللي حاصل؟ انا مش هنقول كلام فيه تجاوز، ما ينفعش لا يجوز شرعا. ليه طيب؟ لاني ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. ما ينفعش ان انا اتكلم عن اسراري، ما ينفعش اتكلم عن عوراتي، ما ينفعش ان هو يشوف عوراتي. كل الكلام ده ممنوع شرعا. انما احنا بنوعد بعض ان احنا نتزوج، ده مش هيبقى فيه شيء، بس نخلي بالنا في الكلام ده. يا ما حصل قلوب اتكسرت من الحكايه دي. احنا في وهج المشاعر وان احنا حاسين ان احنا ما نقدرش نعيش من غير بعض، وعدنا بعض، ففي حد ركن حد وهو ماشي في حياته وده اتغير حتى لو الناس اتفقت. فلذلك ايه اللي حاصل؟ بقول لحضرتك بلاش المبالغه في ده. المبالغه فيما يتعلق بميل القلب لا تأتي بخير. ليه؟ هترفعي سقف توقعاتك وان هو هيكسر الدنيا عشان يجيب لك حته من السماء، وهو في الاخر خالص هتحكمه امكانياته، وفي الاخر خالص هيعرض الحب اللي انت بتقولي عليه ده على امكانياته، وممكن ببساطه يجي يقول لك والله انا مش قادر، حبيتك بس الامكانيات ما ساعدتش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وانا مش مستطيع. فعشان كده ايه؟ بالعقل. لا في محرمات ولا في مبالغات، ومفيش مانع الحب كعاطفه. محدش يقدر يتكلم على ان الحب ده حرام، لكن الاثار المترتبه على هذه العاطفه ازاي واحد يعمل كنترول. وانا دايما بقول للبنات كل ما تقدري تعملي كنترول على حبك، كل ما تكوني محل ثقه لشريك حياتك المنتظر. لكن هم بيلاحظوا، بيبقوا متوقفين. انا بكلمك باعتباري راجل، بيبقوا ملاحظين هي عواطفها بتغلب عليها، فيفضل عند كتير من الناس عندهم هاجس، ده ما قدرتش تسيطر على عاطفتها، فيفضل يتعامل معاها دايما بالتشكك هي هتقدر تدير عواطفها ولا لا. كل ما تقدر تدير، وما تسمعيش كلام حد يقولك ما انت لو كنت بتحبيني كنت بينتي لي حبك. هذا كلام يقصد به الوقوع في المبالغات والمخالفات. ما تسمعيش الكلام ده. اللي بيحب بيحب قيمة، والإنسان لما بيتنازل عن كرامته بيتنازل عن قيمه، فما بيبقالوش قيمة. الإنسان لو ما حافظش على القيم لا تكون له قيمة. فهمت الكلام؟ فالكلام واضح.